بيج رامي هو بيتكلم عن البطوله بتاعته، فهو قال ان اي حد اخد بطولات قبل كده منهم كابتن شحات مبروك فدي كانت بطوله هواه. فانا اللي انا تخيلته بعد التصريح ده، اول ناس شافوه بعد التصريح ده، ان لا يبقى البطولات اللي خدها كابتن شحات مبروك دي بطولات اي كلام بقى، لا هو مش ضحك مطلوب علينا. منه يعني حضرتك، معلش خلينا نعوذ، هو مش مطلوب منه الشرح، ولكن هو بيشرح واقع. مش مطلوب منه يعني ايه هو، هل انت قصدك يا كابتن بتقلل؟ كان هيرد يقول لا، كان هيرد يقول لا، هو مش قصده يقلل من قدر بطولة الهواه او قدر بطولة المحترفين، لا دي بلد ودي بلد تانية خالص. دي قطاع مملوك لشخص او عده اشخاص، واللي بيشترك فيها شخص او عده اشخاص. مستر اولمبيا حضرتك اللي بتتعمل في امريكا دي، لو ما دخلهاش حد من اي دوله تانية وبقت امريكان بس، هل دي هيقلل من شانها؟ لا. لكن بطوله العالم حضرتك، لو انت نظمت بطوله عالم في مصر وما دخلهاش المصريين، هتبقى بطوله عالم؟ لا لا. ده الفرق بقى. بطوله العالم اللي بتكسبها مصر في ايامي اكتر من 8 مرات، اول متواصل جمهوريه مصر العربيه تطلع الاول على حوالي 70 80 دوله كل سنه، وانا وزمايلي بنحلل منشطات ومستوانا العضلي موجود، اللي بيكسب دول العالم كلها في بطوله العالم لكمال اجسام للهواه. هو مطلوب مني ان انا ابقى عضلاتي منفوخه زي بتوع المحترفين؟ لا. طب ما لو كان مطلوب كده كانوا لغوا التحليل على المنشطات في الاولمبيات مثلا. صحيح. مثلا مارادونا اتوقف وروحوه الارجنتين في الثمانينات عشان لقوا عنده منشطات الايفيدرين، كان بياخد ايفيدرين حلل، قالوا له روح. قال لهم طب استنى هنا، قالوا له لا ما تستناش في البلد كلها اللي فيها كاس العالم، لازم تروح قدام الشعب الارجنتيني، انت مطرود من البلد نفسها اللي فيها كاس العالم عشان بياخد منشطات. ليه بياخد منشطات حضرتك؟ اتطرد ليه؟ لانه في وسط ناس ما بتاخدش، لان القيم والميثاق وقانون ولوائح بطوله العالم للهواه بتقول لا للمنشطات. صحيح. للحاجه الطبيعيه زي الزرع الطبيعي كده، حضرتك الطماطم الطبيعي غير الطماطم اللي واخده هرمونات، اغلى صحيح، الاورجانيك اغلى. بالظبط كده. فكمال اجسام والرياضات كلها اللي بيشرف عليها الوادة للمنشطات كلها تبع دول مش تبع افراد، يعني ما ينفعش حضرتك منظم مستر اولمبيا يجيب الوادة تقول له، يقول له تعالى حلل، يقول له انت اتحاد دولي، يقول له لا، يقول له لا خلاص مالكش عندي حاجه، انت مالكش معايا معامله، انا عايز دولتك هي اللي تقدم لي ان انا اتحاد دولي او اتحاد قاري يطلب تحليل للعيبه بطوله اسيا، بطوله افريقيا، بطوله امريكا اللاتينيه، بطوله الامريكتين، دي كلها بطولات دوليه. صحيح. ده لا يقلل من مستر اولمبيا او البطولات المحترفين، ولا يقلل من أكيد. بطولات الهواه، بس الهواه فيها حاجه تانية بقى ايه، بترجع للاشخاص نفسهم. يعني في شخص يحب يمثل بلده لسبب ما، وفي شخص على المحترفين على طول لسبب ما. مش هقول للشخص اللي راح على المحترفين على طول ده ما يقدرش يستغنى عن المنشطات، لا انا مش هظلمه، وما اقدرش اقول ان الراجل اللي بيحب يمثل بلده ده مش قادر يوالي ويواكب الضخامه العضليه اللي بتاعت المنشطات دي، لا خالص. كل واحد له اسبابه، وانا كان ليا اسبابي أكيد. ان انا امثل مصر واجتهد واكافح عشان الناس اللي بتقابلني في الشارع. لما خدت بطوله العالم سنه 87 كانوا بيقولوا لي يا كابتن هي اللعبه دي بتتلعب ازاي؟ بتضربوا بعض ولا بتشيلوا حديد ولا بيقيسوكم عضلاتكم عشان يعرفوا مين الاول والتاني؟ يعني ما كانش في ثقافه عن لعبة كمال الاجسام في مصر، وانا اجتهدت عشان تدخل الثقافه دي في مصر. وادخلها ازاي؟ مش ادخلها ببطوله عالم واحده، لا حوالي من 9 ل 11 بطوله عالم عشان اشهر اللعبه في مصر.